وما زلنا مع حضراتكم في هذه التغطية الحية والمستمرة لزيارة المستشار كارل نيهامر لمستشار النمساوي لمصر، وكان في استقباله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. معنا على الهاتف الدكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. أهلا بحضرتك دكتور مدحت. يعني تابعنا هذه الزيارة وتابعنا ما تم في اللقاء وتناول اللقاء لعدة نقاط هامة. يعني دعنا نتحدث عن معدل التبادل التجاري بين البلدين والذي تطور تطور كبير، حيث بلغ 440 مليون دولار على مر السنين. التحية والاحترام لحضرتك والقناة الأولى والأهل مزبيرو جميعا، وكل عام ومصرنا الحبيبة بخير. يمكن في البداية يعني التطورات الحاسة في العلاقات المصرية حاليا مع أوروبا بصفة عامة والدول المتقدمة الأوروبية بصفة خاصة، أو الدول أصحاب القرار في أوروبا بصفة خاصة، والمؤثرين في العلاقات الدولية والاتحاد الأوروبي، تتطور علاقتهم مع مصرنا الحبيبة تطور إيجابي، تطور إيجابي بالفعل للطرفين. يمكن حضرتك دلوقتي قلت 440 مليون دولار، دولة زي النمسا واللقاءات المتعددة ما بين مصرنا الحبيبة ممثلة في الرئيس السيسي، وما بين دولة النمسا ممثلة في مستشارها المحترم صاحب رؤية أيضا، هو من قادة أوروبا أصحاب الرؤية وما إلى ذلك، مجيئوا إلى مصر، هم شاركوا مع مصرنا الحبيبة في لقاءات خاصة في الوحدة الأوروبية 2007، الوحدة الإفريقية 2017 و2018، وكان في لقاء شخصي مؤثر مهم قوي في جلاسكو في اسكتلندا ما بين الرئيس السيسي وما بين سيادة المستشار، وأفرز أن عن نوايا صادقة لدعم هذه العلاقات. يمكن 440 مليون دولار أو يكونوا حتى يورو أو يكونوا أكثر أو أقل قبل هذا، هي بداية حقيقية لدعم التعاون. النمسا بلد يصعب إغفاله، ثقافات متعددة، يتحدثون أيضا لغات متعددة، ولكنهم من يعتزون بأصحاب الحضارات تلمحي أستاذتنا، وهم بيتحدثوا دائما عن مصرنا الحبيبة إنها واحة من واحات الحضارة. ثم التطلع اللي حصل ما بين مصر والنرويج، مصر والدنمارك، مصر والاتحاد الأوروبي ككيان، والتطور الحادث في مجال البنية الخاصة بالاقتصاد الأقدر وما إلى ذلك، جعل الجميع في أوروبا خاصة أصحاب القرار والمؤثرون يؤثرون هذه العلاقات مع مصرنا الحبيبة. فوصول المستشار النمساوي إلى مصرنا الحبيبة، وهم دائما يحددون مع من يتعاملون وأي صديق يصادقون وأي آخر يبتعدون عنه. أطمح أن تتطور هذه العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا. والبيان الختامي والمؤتمر الصحفي أو ملامح المؤتمر الصحفي الحادث الذي تحدثنا فيه والبيان الختامي للزيارة وتبعتها، أعتقد أنها ستنقل العلاقات المصرية النمساوية إلى أفق أوسع بإذن الله تعالى. إذن هذه الزيارة حضرتك تؤكد على أن هذه الزيارة تؤكد ثقل مصر في المحافل الدولية. نعم، وهذه ليست تحيز لمصريتي أو مصريتنا، لا، هي بالفعل ذلك. المجتمع الأوروبي والغربي والدول الرأسمالية والديمقراطية إلى حدود بعيدة تعي جيدا أين تذهب ومع من تتعامل. أستاذتنا الكريمة مصرنا الحبيبة، بالأمس كنا نحتفل بسيناء و25 أبريل، نعم. الحدود الغربية لأسيا مع الحدود الشرقية لإفريقيا مع الحدود الجنوبية لأوروبا، أوروبا القارة الأوروبية قد لا تتماس مع سيناء أو تتقاطع معها في نقطة معينة، ولكنها على مرمى حجر. إذا مصرنا تتوسط العالم بحقيقة، وهذه خرائط وما إلى ذلك. ابحثي عن الخريطة أستاذتنا دائما تجد لها تفسير لكل ما يحدث، ثم الخريطة ثم الحضارة،
والتطور الحادث في الانفراستراكشر او البنيه الاساسيه المصريه حاليا التي تسمح بجذب رؤوس الاعمال، تسمح بالتطور، تسمح بامتداد الجسور عبر البحر الابيض والمتوسط وما الى ذلك، منتدى الغاز، الهيدروجين الاخضر. نعم. كل توسعه قناه السويس وما احدثته لمرور وجذب للناقلات العملاقه سواء كانت في النفط او الحاويات، تطوير الموانئ المصريه بهذه الطريقه، كل هذا يجعل من مصرنا الحبيبه محط لانظار الاخرين. صحيح. هم لا يضيعون وقتهم ولا وقت الاخرين، يسعون دائما الى شراكه قد تكون الان الظروف المصريه تتيح افضل شراكات، لاننا اصبحنا في موقف قوي قدر المستطاع نتيجة البنية الأساسية التي أفضل دائما الآن أن أقول الأساسية، فأصبحت البنية التحتية في مصرنا نراها في الأنفاق والمترو وما إلى ذلك، البنية الأرضية والطرق والكباري التي تستوعب حركة النقل والانتقالات وما إلى ذلك، كذلك البنية الفوقية الممثلة في المونوريل وأشباهه وما إلى ذلك، لذلك أصبحنا كمتخصصين نطلق عليها البنية الأساسية وليست البنية التحتية فقط. هذه البنية الأساسية المصرية أخذت بنا إلى مصاف الدول النامية بحق، فهنالك دول ساعية للنمو وهنالك دول أقل نموا وهنالك دول نامية بحق. الآن ما يحدث في مصرنا الحبيبة هو يجعل مصرنا في مصاف الدول النامية بحق، فهي نعم. تقدم. إذن دكتور، تؤكد مرارا وتكرارا على أن استقرار مصر أمنا وأمنيا، وأيضا يعني كون مصر أصبح لديها بنية تحتية مؤهلة لجذب الاستثمار الغربي والدولي. هذا محور هام، هذا محور هام. ما هو لولا وجود هذه الامور استاذتنا الكريمه لن يحدث هذا اطلاقا. نعم. فهي الدول لا تنظر الى علاقاتها كانها علاقات ما يطلقون عليه دعابه الشؤون الاجتماعيه وما الى ذلك، لا، هي علاقات ترقى الى مستوى المصالح وامور كثيره، وكثيرا ما تجبر الدول على التصالح مع دول اخرى رغبة في تحقيق المصالح المشتركة، وهذا بالفعل ليس عيبا. ويمكن كلما كانت الدولة واقفة راسخة على قدميها وبنيانها شامخ وما إلى ذلك، استطاعت أن تحسن، لن أستخدم تفرض، ولكنها استطاعت أن تحسن من شروط الاتفاقيات. عودي سيدتي الكريمة إلى الاتفاقيات السابقة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي وبيننا وبين هذه الدولة وتلك المملكة والجزيرة لا، الاتفاقات الخاصة الغربية دائما، العم سام وإخوانه ورفاقه والاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك، كان فيها كثير في الماضي من إجحاف لحقوقنا المصرية وما إلى ذلك. الآن أصبحنا على قدر مساواة، لدينا التكنولوجيا، لدينا العلم، لدينا البنية الأساسية، لدينا ما نوفره ونقدمه للجميع كي تكون هنالك الاستثمارات الجادة. وليس أدل على ذلك من رغم ما يحدث في عالمنا المعاصر الآن، من بداية من جائحة كورونا وأخواتها وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وما زلنا نسعى جدا بجدية وحدية في مجالات التنمية المستدامة وتحقيق هذا النمو وجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. نعم. هذا أمر جلل، وهذا أمر ما كان يحدث لولا أن هنالك أسس وقواعد رئيسية تمت في هذه المجالات، سواء بتغيير التشريعات
أو تحسينها لمقابلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي تفرق كثيرا كما تعرفين حضرتك ويعلم المشاهدون الكريم عن الاستثمارات الغير مباشرة التي في مجالات البورصة وما إلى ذلك الغير مباشر. لكن في المجال المباشر يأتي الهاي تيك، يأتي التكنولوجيا المتقدمة، تأتي رؤوس الأموال، تأتي فرص الأعمال من الداخل ومن الخارج، يأتي منتج حقيقي، يأتي التصدير. هذه منظومة. ومصرنا الحبيبة تتميز الآن بربط العلم بالعمل والمسيرة المتوازية في كافة الاتجاهات، فتصلح في كافة في الطرق، في الكباري، في الأنفاق، في الحياة الاجتماعية كما إلى ذلك. أشعر أن الوقت يداهمنا. نعم دكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، جزيل الشكر لك.